في ظل علاقات نمت وارتقت وتوثقت بين قطبي العالم الإسلامي مصر والمملكة العربية السعودية، وخدمة لكتاب الله الكريم ونشره بالمجان لتبلغ المسلمين كافة في أنحاء المعمورة، وصول هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من المصاحف الشريفة المختلفة الأحجام لتكون مراسم تسليم الدفعة السادسة 100,000 نسخة من كتاب الله بمقر السفارة السعودية بالقاهرة. تكون مصر المحطة الأولى لهدية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، فهذا يحمل معه رمزية العلاقات التاريخية الوطيدة وعمقها بين البلدين على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي، لما تحتله مصر من مكانة سامية ومكانة عالية في قلوبنا جميعا في المملكة العربية السعودية. حصل هذا التدشين وهذا التسليم اليوم، ولا شك أن العناية بالقرآن الكريم مهمة سامية يختار الله جل وعلا ويصطفي لها من يشاء من عباده. من أكبر مطبعة شيدتها المملكة العربية السعودية لخدمة القرآن الكريم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وزارة الشؤون الإسلامية المشرفة على المجمع سلمت المؤسسات والجهات الدينية المعنية الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية النسخ المقررة من المصحف الشريف، ليصل إجمالي ما تسلمته مصر قرابة 250,000 نسخة من كتاب الله. هدية المملكة العربية السعودية ليست الأول مرة، بل تكررت قبل ذلك مرارا وتكرارا من أجل كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أجل حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الهدية توزع مجانا على الحفظة وعلى المساجد الكبرى ليتدبر فيها المسلمون كتاب الله سبحانه وتعالى ويتعبدون به. التعامل مع الهدية سيكون إن شاء الله بإرسال نسخ كثيرة منها إلى كثير ممن يهتمون بكتاب الله سبحانه وتعالى، سواء من طلاب العلم أو ممن يجوبون الأرض شرقا وغربا لننشر كتاب الله سبحانه وتعالى. هدية الملك سلمان وولي عهده دي حاجة إن دلت فإنما تدل على الأواصر المتينة اللي بتربط بين الشعبين، بين المملكة العربية السعودية وبين الشعب المصري. تماشيا مع الرسالة السامية التي تطلع بها المملكة العربية السعودية نحو خدمة كتاب الله واهتماما بكل ما يخدم المصحف الشريف طباعة ونشرا وتعليما، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يشهد ارتفاع معدل الانتاج من 9 ملايين نسخة سنويا الى 20 مليون نسخة سنويا بفضل ما توليه قيادة المملكة من دعم مستمر للمجمع وتوجيهات آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بالسعودية، ليستطيع التوزيع على بلدان ودول أكثر خلال الفترة القادمة. وليد هيكل، التلفزيون المصري.